بيو ما جيتي يعني سيفيل كله يعني مدني لبسه مدنيه. انا تلبس الجلابه غير بالمناسبات. نعم. الا كنت بحال هكا شي سهره مزيانه ولا شي حاجه تمشي بالجلابه ولي تيشرطوا عليا مولين الدار. نعم. الله يرحم والديك حيت تما جينا بالجلابه. واجب هادي تنسعفهم. بالعكس انتوما النساء انتوما ديما تيخصكم تلبسوا التقليدي بحال هذا. طبعا بحال التقليدي اللي لابسه انت دابا تبارك الله عليك. دابا واخا تسال العالم مجموع ما تصبرش هاد الخدمه وهاد الصنايع. اكيد اكيد اللي كتلبسنا وكتخلينا دائما نبانوا انيقين في برنامج نغمه واتاي، لان نغمه واتاي ما يمكنلوش يكون بلا اللباس المغربي. بهذه المناسبه كنشكروا معنا الفنانه والمصممه مريم بوسيكوك. اهلا وسهلا حاضره معنا تسجيل هذه الحلقه. نرجعوا للقصص بن عمر سي بن عمر الزياني. نعم. سجلتي اسطوانات في ذاك الوقت من انتاج مغربي وكذلك من انتاج فرنسي. نعم. لماذا انتاج فرنسي؟ ما ذاك الساعه كان عندنا ما كان استديو في المغرب. يا غربتي في بلدان الناس، يا غربتي في بلدان الناس، يقول هذا غريب، يقول هذا غريب وبراني واي. أنا اللي كنت نقرأ ورجعت نحاس، والتوب اللي شريت هو اللي عراني كما بلني وها وها العمر محل الزين يا مولاة العين، عيني حبي السيد العمر، حبي السيد العمر، حبي السيد
حاجه راه والو. لا 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 هذاك.